هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم واستفساراتكم. معنا في حلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا. نرحب جميعا بفضيلة الشيخ، تفضل شيخنا. أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ فوزي وبارك الله فيك. آمين آمين. بارك الله. وحي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. بارك الله فيكم شيخنا. أبدأ بداية بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي: 021-360-0101، 021-360-0102، 021-360-0103. يمكنكم كذلك الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر فايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في يوتيوب، ويمكن كذلك متابعة البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، كما يمكن متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 12687 أفقي على نايلسات. شيخنا وجد الترحيب بكم. يعني عندنا عدد من الأسئلة هنا، نبدأ بالسؤال الأول، وهذا الحقيقة سؤال يعني وردنا من عدد من الأشخاص، يقول بأنه يراد لمدينة مصراتة المجاهدة كونها رأس حربة في ثورة 17 فبراير وما بعدها من الحروب التي خاضتها الثورة ضد أعدائها، يراد لها الدخول في فوضى أمنية واقتتال داخلي. وهناك تقارير يذكر من تواصل يقول بأن هناك تقارير أن المخابرات المصرية متدخلة تدخلا مباشرا وغير مباشر في إثارة الفتن بين أهل مصراتة ودفعهم للاقتتال فيما بينهم. وشاهدنا بعض البيانات من الأهالي في مصراتة تحذر من الاقتتال وإثارة الفتن، ربما رأوا تشكل بعض التحالفات في هذا الشأن داخل المدينة. شيخ، لما توجيهكم في هذا الصدد لأهل المدينة والحكومة والجهات المسؤولة؟ بارك الله فيك شيخ فوزي وجزاك خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل التعليق عن هذا السؤال المهم الذي ذكرته، لا بد لي أن أترحم على قادة الجهاد وأبطال المقاومة الذين استهدفهم العدو يوم أمس في بيروت. الشيخ صالح العاروري وإخوانه الذين أحسبهم ممن قال الله هم وإخوانهم الذين يجاهدون، الذين أحسبهم هم وإخوانهم الذين يجاهدون في غزة وفي فلسطين، ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأقول للعدو
باغتيالك لهؤلاء الأبطال أبشر بضراوة ما ستراه بعد اليوم من جرك إلى حتفك، فإنك لا تظن أنك باغتيالك لهذه التلة وهؤلاء الأبطال لا تظن أنك تفت في عضد المقاومة، فإن لكل واحد مما اغتلتهم كل واحد منهم وراءه جيوش مدربة ومعدة، وستزداد ضراوتها عليك انتقاما لهم. أبشر بذلك. وعندي أن الذي قام بالاغتيال باغتيال هؤلاء الأبطال ليس العدو الصهيوني، وإنما هو وحلفاؤه وعلى رأسهم أمريكا، لأن الذي يتداول في الأخبار دائما نسبة الجريمة إلى العدو الصهيوني وحده، لا، هو جزء. هذا الاغتيال قام العدو الصهيوني، الدور الذي قام به العدو الصهيوني فيه، وأن شخص جالس على كمبيوتر مدرب في هذا المجال ويحرك في الطائرة المسيرة فقط. أي إنسان دارس هذا العلم يستطيع أن يقوم به بهذا الشغل، لكن العمل الحقيقي هو الذي أعد في البيت الأبيض عندما اجتمع مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي ومعهم بعض قادة العدو الصهيوني، وقرروا في ذلك الوقت من الأسبوع الماضي الانتقال إلى مرحلة أخرى بعدما فشلوا في الأهداف التي كانوا وضعوها للمعركة، وأصابتهم خيبة أمل، وأصابت الإدارة الأمريكية يعني من أمريكا نفسها صارت تتشكك في مصداقيتها، وأن ما ترفعه من الشعارات لا حقيقة له، وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى في الكفر وأهل الجاهلية يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ما يمارسون الإرهاب الدولي على المستضعفين والمظلومين، وعندما تتعرض مصالحهم لأي عمل أول ما يطلقونه على من يقف في وجههم أنه إرهابي. هم يتعاملون بهذا الظلم وهذا الاختلاف البين، ولذلك أرادوا أن يردوا بعض اعتبارهم وينسحبوا من المعركة التي كلفتهم الكثير سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وانتقلوا إلى مرحلة أخرى بتخطيط الأمريكان. فالذي قام بهذا الدور قيام الحقيقي الذي هو يعني عليه المعول هو من أعطاهم المعلومات الاستخباراتية وحدد المواقع وزودهم بالأقمار الصناعية والصور، وهؤلاء هم الحلفاء على رأسهم أمريكا وبريطانيا، فكلهم شركاء في اغتيال هؤلاء الأبطال. ولا ينطري علينا أن الموضوع موضوع عدو الصهيوني وأن أمريكا لا علم لها، هذا كلام لا معنى له عندي، وأمريكا ضالعة في هذا الاغتيال، ولابد أن نسمي الأسماء بأسمائها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء الأبرار ويجازيهم عن الأمة خير الجزاء. فيما يتعلق بما ذكرته من التآمر الآن والكيد لمدينة مصراتة
أقول نعم. مصراتة هي صمام الأمان للمنطقة الغربية، وهي البوصلة. إذا كان أهلها يشاركون في أي شيء يؤدي إلى الاضطراب فيها أو إلى الانقلاب على الدولة وعلى مؤسساتها، فأقول لهم كما قال القائل: على نفسها جنت براقش. وما يجري لا شك كما جاء في السؤال هو من تدبير ومن صنع الاستخبارات المصرية. ولما دخل عساكر مصر إلى المنطقة الشرقية في حادث الدرنة، حذرنا من هذا وقلنا هؤلاء ليسوا للإغاثة، وإنما هو احتلال، وهو بالفعل احتلال، وقد ظهرت الآن بوادره، فإنهم من خلاله يعني أتوا إلى بوابة المنطقة الغربية وهو مصراتة لإثارة الفتن فيها وإثارة الضغائن والأحقاد القديمة، وحركوا الناس الفاشلة التي سبق لها أن يعني تورطت وحاولت أن تعمل انقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسهم بشارة. لابد أن نتكلم بالأسماء بحيث نكونش في كلامنا نفاق ولا يعني توريات. بشارة كان على كتائب الثوار، كان مبجرا محترما، رضي لنفسه وسمح لها بالاستصغار، فجلس تحت قدمي حفتر وفرح أن مكنه وشكل له حكومة، وقاله انطلق إلى المنطقة الغربية. وهذا ليس السر وليس استنتاج وليس هو تحليل، وإنما هي حقائق. جاء إلى المنطقة الغربية بعد هذا التكليف، وانضم إليه بعض رؤساء أحزاب منتمية للأحزاب الإسلامية، وهذا أيضا ليس تحليلا، لأنه صدر في حقهما أمر من المدعي العسكري بالقبض لتورطهم وضبطهم. وفي ذلك الوقت ظنوا أنهم سيحكمون باسم حفتر، وأنهم إذا حكموا سينالون ما يريدون. وأريد أن أذكرهم قبل أن أستمر في الكلام على مصراتة، أريد أن أذكرهم بأنهم يحلمون. وحفتر حتى ولو الآن استجابوا وتجاوبوا معه وجمعوا خيلهم ورجلهم وجمعوا الفئات المتعددة التي اجتمعت معهم إما على الطمع وإما على الحقد وإما على أي سبب من الأسباب، هؤلاء حتى لو الآن تجمعوا وعملوا عصبة وظنوا أن النتيجة ستكون لهم وأن حفتر سيحترمهم ويمكن لهم، هم حالمون. حفتر يستعمل من يريد استعماله كما يستعمل المنديل، يمسح فيه يديه المتسخة ثم يرمي به. ولنا عبرة فيما رأيناه في الأسابيع الماضية بما لقيه المهدي البرغتي. المهدي البرغتي هو من أنقذ حفتر في عام 2015، والعلم هذا أقوله بحيث يعتبر من يريد أن يعتبر، اسمعوا وعوا هذا الكلام. المهدي البرغتي في عام 2015 و2016 عندما انقلب حفتر وكان هناك مقاومة شرسة ضده وكان يمكن أن يسقط، ما الذي أنقذ حفتر؟ أنقذه المهدي البرغتي لأنه كان رئيس كتيبة الدبابات 204. بدل من أن ينضم إلى
قادة الثوار والمجاهدين في بنغازي وينصرهم ويؤيدهم ويقويهم إسماعيل الصلابي والجماعة الآخرون، بل أن ينضم إليهم ويقويهم ويدافع عنهم. انضم إلى حفتر وقاتل معه ودمر المقاومة. النتيجة ماذا كانت؟ مع ذلك عندما حاول البرغتي أن يجعل نفسه شيئا خلاف حفتر ويستقل ويكون وزير الدفاع، عندما رجع إلى بنغازي أخذوا حفتر وأولاده وقتلوه وقتلوا ولده معه، غير مأسوف عليه بالنسبة إليهم. كل ما قدمه وكل ما صنعه لا يعد شيئا بالنسبة إليهم. وذلك حفتر لا تنتظر منه صنيعا، مهما فعلت معه فإنه سيتخلص منك ولا ينسى لك سيئة واحدة. فعل ذلك مع محمود الأورفلي وفعل ذلك مع كثير من غيره. فلا يظن أهل مصراتة بشاغة ولا من معه أنهم إذا عملوا على الانقلاب على هذه الحكومة وهم الآن آمنون وأنهم حرية وقدرة على التنقل وعلى الاجتماع وعلى التصليح وما فيش حد يتعرض لهم، عليهم أن يعلموا أنهم إذا مضوا في هذا الطريق وانحازوا إلى حفتر وألبوا الناس على الحكومة ومكنوا إلى حفتر، فإن ما يتمتعون به الآن من هذه الحرية سيكون من الماضي، لا يمكن أن يحلموا به، وسيتخلص منهم الواحد بعد الآخر. هذا دلت عليه الأحداث، ليس هو يعني أمر مشكوك فيه ولا نقول ربما يحصل، بل الأحداث كلها دلت على أن هذا هو ما يفعله حفتر إذا أنتم يعني ظاهرتموه على الحكومة وأعنتموه. وللأسف في مصراتة الآن هناك فئات كثيرة تستغل بعض الأخطاء التي تقع من الكتائب الموالية للحكومة. الكتائب الموالية للحكومة من أكبرها في مصراتة هي كتيبة المشتركة. وكتيبة المشتركة أنا أنصحهم أنهم عليهم أن يلتزموا بالقانون ولا يعطوا الذريعة لخصومهم وأعدائهم في مصراتة، بحيث يتكتلون جميعا ويكونون قوة واحدة، وعندها ستنتهي الحكومة وستنتهي المشتركة. وهذا في غاية الخطورة، فإن هذا يدخل البلد في الفوضى ويجعل البلد غير آمن، لأن هذه المحاولات التي يتجمع بعضها مع بعض بحجة أن هناك كتيبة متغولة ولو كتيبة مرتكبة أخطاء، هذه الجماعات التي تتجمع الآن بهذه الحجة وتريد أن تسقط الحكومة، أقول لكم البديل لإسقاط الحكومة يا أهل مصراتة عليكم أن تنتبهوا هو أن يحكمكم حفتر. والله إذا حكمكم حفتر لن يكون مصيركم خيرا مما تعيشه بنغازي والمرج وطبرق ودرنة. لا يحكم إلا شخص واحد، حفتر وأولاده، ما في واحد مازال يستطيع أن يتنفس. ولذلك أنبه العقلاء وكثير من الناس العقلاء ومن هم على الحياد من العامة ومن الكتائب وممن هم أبلوا بلاء حسنا في الماضي، ربما لما تنشر بعض الأخبار على كتيبة اللي هي موالية للحكومة، كتيبة المشتركة ولا غيرها، لما تنشر عليها بعض الأشياء اللي هي من المآخذ ومن الفساد الذي نحن لا نوافق عليه أبدا، ربما يتخذون من ذلك ذريعة ويقول نحن ما عندناش خلاص إلا أن ننضم لبعضنا وننهي هذا
الأمر بجملة وتفصيلا ويريدون أن يؤلبوهم على الحكومة. أقول لعامة الناس مصراة لا تفعلوا ذلك، لا يحل لكم ذلك، لأن البديل ستكون تحت يعني حذاء حفتر، ما عندكمش خيار غير هذا. ولذلك لابد أن تقفوا مع الحكومة بقوة وتقوموا الخطأ الذي بها وتسعوا إلى الانتخابات، هذا هو المخلص لكم. أما أن تنضم إلى بشاغة وإلا إلى من معه من الموتورين ممن يعني لهم سوابق معروفة، إما مولاة لحفتر وإلا فساد حشيش وإلا كذا، فهذا والله خطر عظيم. وأقول للحكومة المواني والمطارات في مصراتة وفي غيرها هذا كلام واضح وصريح. أقول للحكومة إن أردتم الخير والإصلاح، المواني والمطارات يجب أن تكون خاضعة للجهات الأمنية الروتينية التي تتبع الحكومة، الجمارك، الجوازات، الأمن الداخلي، إدارة الأمن. هذه الأجهزة الأربعة تكون غرفة مشتركة في كل منطقة، سواء في مصراتة، في مطار طرابلس، في أي مطار آخر. هذه الجهات الأربعة هي فقط من تتحكم في هذه المنافذ، سواء كانت في رأس جدير ولا في مصراتة وإلا في مطار بن غشير وإلا في مطار بن أيتيقة. هذا واجب، هذا هو. إذا أردتم الاستقرار والأمان هذه هي الحقيقة، لأن هذا هو الذي يؤسس لدولة القانون. إذا أردتم أن تبنوا بلادكم يا أهل مصراتة وغير مصراتة ويا حكومة، إذا أردت أن تبني البلد وتحميها من الانقلابيين ومن المفسدين ومن الانتهازيين، هذه هي الطريقة التي تدار بها المواني والمنافذ، الجهات الأمنية الروتينية، جمارك، جوازات، أمن داخلي، أمن، إدارة أمن، غرفة مشتركة تدير هذا. وإذا كانت هذه الإدارات، ربما يقول قائل مرات ما تقدرش تحمي الميناء، جي كتيبة تهجم عليه. نقول لكم الحكومة لها أن تكلف كما كلفت الآن يعني المشتركة بحماية الميناء ولا المطار، لكن تكليفها يعدل، يكون هو بحماية المطار وحماية الميناء من الخارج فقط، لا تدخل. التصرف داخل هذه المنافذ هو للجهات الأمنية التي ذكرتها. تبقى وظيفة مشتركة ولا غيرها اللي يسند إليها هي الحماية، هي من الخارج فقط، بحيث ما جيناش كتيبة من الكتائب تريد أن تهرب شيء وتفعل فوضى في المطار، جهاد على المطار وتمشي منها ما تبي، وتعتقل متاع الأمن الداخلي ولا تعتقل الجوازات وكذا. هذا من يحمينا منه هو القوة في مصراتة. متى ما دام فيه قرار من الحكومة صادر للمشتركة بأن تحمي الميناء والمطار، هذا القرار ينبغي أن يكون محدودا، وهو حماية هذه الأماكن من الخارج، أما من الداخل فلا تدار إلا بالجهات الأمنية. وهذا في مصلحة المشتركة، المشتركة إذا كانت تريد الناس أن يحترموها ويقدروها كما كانوا يقدرونها من قبل، لأن هي التي وقفت في وجه الانقلاب في الماضي. ما الذي كسر شوكة حكومة حفتر لما شكلها ببشاغة وغيره؟ هم المشتركة وغيرهم، وإذاك هم الآن يوعدونها جميعا. أقول للمشتركة إذا أردتم أن تحافظوا على احترامكم وعلى يعني الناس أنهم يقدرونكم ويقدرون جهودكم، لابد أن تكفوا عن التدخل في المواني وفي المطارات، ويكون مهمتكم احترام الجهات، مهمتكم هي الحفاظ على الأمن من الخارج، وتحترمون
عمل الجهات الأمنية المعتادة، لا تعتدوا على جمارك ولا على أمن داخلي، بل أنتم تحمونهم، أنتم المكلفون بحمايتهم. إن كنتم تريدون الإصلاح فهذا هو الإصلاح. وذلك أقول لكل من هو متردد ومتحير من أهل مصراتة، هذا هو المخلص لكم، وهذا ليس هوى، وإنما هذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليكم. لأن الناس عندما تلتبس عليهم الأمور ويبقى هناك تنازع في السلطة في البلد زي ما موجود الآن، حفتر وحكومته وحكومة الوحدة الوطنية، ربي بما أمرنا في هذه الحالة؟ لابد، لا يجوز أن نقدم على عمل حتى نعلم حكم الله فيه. ما هو العمل في مثل هذه الحالة يا عامة الناس وأنتم محترون؟ الله تبارك وتعالى أوجب عليكم أن تكثروا سواد أقرب الفئتين إلى الحق. تقول لي حتى هذه حكومة الوطنية فيها فساد وفيها كتائب تفعل كذا، نقول لك هل الفساد الموجود فيها أكثر ولا الفساد الموجود في المنطقة الشرقية من حفتر أكثر؟ لا أظن أن واحد يقول لا اللي موجود في الحكومة اللي في المنطقة الغربية أكثر، بداية أنك تستطيع أن تنتقدها وتتكلم فيها وتحاول وتطالب بالإصلاح، لكن لو كنت في بنغازي والله لا تستطيع أن تتكلم بكلمة، ولو تكلمت بربع كلمة لفعل بك كما فعل بالمهدي البرقتي وغيره. فأنت تعلم أن أقرب الطائفتين المتنازعتين إلى الحق هو ما هو موجود في المنطقة الغربية، وإذا عرفت ذلك فلا يحل لك أن تنحاز إلى من هو أشد ظلما وأشد فسادا وتترك من هو أقل فساد، لا يحل لك ذلك. الله تبارك وتعالى يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ما هو؟ هو أن تكون أقرب ما تكون إلى التقوى، حتى ما كنتش على التقوى بكاملها، ما هو أقرب إليها هو المطلوب منك أن تكون، أن تكثر سواده وأن تكون معه، بحيث ينمو هذا العدل وينمو هذا الإصلاح حتى تستطيع أن تستكمله. لكن إذا أنت انحزت إلى الأكثر شر وإلى الأكثر فساد فإنه سيعلو وينتشر، وتكون قد مكنت للظالمين وتكون ظالما. والله تبارك وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني أنت إذا انحزت إلى الجهة اللي هي أكثر ظلما وفسادا فقد استوجبت لنفسك النار بنص القرآن. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عندي بعض الأسئلة لكن أستقبل بعض الأسئلة الأخرى. من معي؟ الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخ محمد أنت على الهواء. السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟ ونحب نرحب بالشيخ صادق الغرياني، ربي يحفظه إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم الله يسلمك. في موضوع بس يا شيخ تداوله وكالات الأنباء، إن وزير النفط عون مصرح تصريح ضد بن قدارة، على أساس إن بن قدارة مصرح لبعض الصحف والله وكالات الأنباء إن ليبيا ما عندهاش مانع، ومؤسسة النفط ما عندهاش مانع تنضم لمنتدى غاز شرق المتوسط، ومنتدى غاز شرق المتوسط طبعا فيه دولة إسرائيل يعني واحدة من الأعضاء. فمش عارف تعليق الشيخ على الموضوع، يعني هو الوزير استنكر وقال إن هذا مخالف للقانون وكذا، لكن هو بن قدارة يبدو يدير ما يبي، وأنا مش عارف مدعوم من الإمارات، وأنا مش عارف الموضوع. نحن نحتاج تعليق الشيخ على الموضوع. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخ محمد، إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. شيخنا عندي سؤالان قبل أن أنتقل سؤال الأخ محمد. جهاز الأمن الداخلي شيخنا نشر مقطعا على صفحته الرسمية باعترافات بعض من تم القبض عليهم من شبكات الدعارة، بل شبكات والعياذ بالله تبادل الزوجات، وهناك تقارير تشير إلى منظمات دولية أجنبية هي من تروج لهذا الفساد الأخلاقي. تعليقكم شيخنا على هذا، على هذه الاعترافات وهذا المقطع.
والله هذا أنا أشكر جهاز الأمن الداخلي على اعتنائه واهتمامه، لأن هذا يعني شيء يسر أن جهاز الأمن الداخلي يحارب الفساد الأخلاقي ويحمي الفضيلة ويتألم لهذا ويقبض على المجرمين الذين مشواذ، يعني هذا مش أمر طبيعي وأمر غريب جدا على بلادنا، والإنسان يعجب أنه يسمع هذا الكلام، ولكن عندما تريد أن تنكره يواجهونك بالفيديوهات والتسجيلات من الزوجات ومن الأزواج بكل أريحية يتكلم. ما فيش، إذا لم تستحي فاصنع ما شيء، تتكلم الزوجة تكلم الزوجة ودولاني بسبب يعني تواصي مع الصفحة الحرية ولا حرية إيش وكذا، تواصلت مع بعد كذا خلال يعني النت والمواقع، وبعدين درت منشور وأيدوه ودرنا مواعيد مشينا لشخص آخر حتى وهكذا يؤيد هذه يعني الجريمة وهذه الفاحشة وهذا الشذوذ، ويقول هيك يقول بكل قوة، مرأة في العشرينات صغيرة ورجل كذا، يقول بكل يعني بهتان وكل فجور، يقول لما مشينا لصاحبي يعني هي تقول خشيتني وزوجها لدار، وزوجي خش مع زوجته هو لدار أخرى، ومستمتعين وماشيين وينشوف الكلام هذا في الرذيلة بوسط المجتمع. أول ما ألوم هو رئيس جهاز الاتصالات. رئيس جهاز الاتصالات أول ما بدأنا من طلع منذ طلعت هذه ليست حوادث قليلة ولا نقول نغض النظر عنها ولا كذا، هذه أشياء كثيرة، لأن يعني النيابات في الماضي وافتنا بأعداد هي بالمئات من الأسر ترتكب مثل هذه الجرائم المثلية والشدود وإلى آخره. وتواصلت عندها مع رئيس جهاز الاتصالات البعور، وجاني وأعطاني كلاما حسنا وسررت به وفرحت، وربطت بينه وبين جهات أخرى نيابية في وكافي يعني النيابة، واللي عندها تقريرات وعندها فيديوهات وعندها يعني أشياء ومحاضر مضبوطة لهؤلاء المجرمين. وقلت له العلاج هو أن نتواصل ونتعاون بحيث نغلق هذه المواقع، مواقع الفاحشة، وهذا يجب عليكم وجوبا تعملوا بكل ما تستطيعون. وتجاوب في أول الأمر وقال حاضر وكذا، ولكن للأسف لم نرى منه شيئا، ترك الأمر على عهونه واعتذر بأن الجهات الأمنية لا تسمح بهذا، وهذا في تجسح. نرين الجهات الأمنية أحرص منها الآن، أو الأمن الداخلي هو الذي يضبط في هذه الأشياء ويعاقب عليها، لكن اللي فاتح الباب على مصراعيه هو الاتصالات. فأنا أدير هذه المؤسسة، مؤسسة الاتصالات أدينها، وأطلب منها أن تكف عن مثل هذا الأمر، وأطلب منها أن تفعل كل ما تستطيع وتقفل هذه المواقع، وما تقوليش ما نقدرش، ما فيش ما نعرفش حاجة تقولي ما نقدرش، لابد أن تفعلوا شيء تحدوا به من هذا الفساد، وإلا كنتم يا اتصالات وغيركم من يعينكم على هذا ويعرقل الموضوع كنتم داخلين في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. معناها مش تقول لا عذاب الآخرة ما ندور فيها البهلبة، ما زلت بنعيش قاعد صغير، قالك في الدنيا والآخرة سيبتليك الله بالعذاب في الدنيا، وعذاب الدنيا لا يعني فيه عند الله منه ما لا يخطر على بال، من أمراض وفقر وفقد ولد، ومن يعني مس بالضر، ومن يعني سوء خلق في الولد وفي المرأة، وفضايح ونكبات، وكل ذلك مع عذاب الدنيا وغيره كثير. وذلك احذروا يا من ترون هذه الأشياء وعندك، وأنتم من ولاة الأمور وتملكون زمام الأمر، لابد أن تتحركوا فورا وتنقذوا بلادكم، لا تسمحوا بمثل هذا. هذا والله عار عليكم، سيلعنكم التاريخ وتلعنكم أجيالكم وأحفادكم،
ويقول بالله كيف كان فلان الفلاني جدي ولا أبوي هو المسؤول عن اتصالات وكان يصبح مثل هذه يعني مثل هذا العار وهذه الفضايح التي يعني الآن يشجعون عليها وينشرونها النشر هذا هو يزيدها مثل البنزين تصب على النار. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد اتصل قبل قليل من طرابلس يقول بأن بعض الجهات أو وكالات الأخبار ذكرت بأن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية ذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صرح بأن ليبيا ستنضم لمنتدى شرق المتوسط للغاز، قال وهي منظمة تضم في عضويتها دولة الكيان الصهيوني. يقول هو كيف يعني المؤسسة أليست تتبع للوزارة وبالتالي هو يفعل ما يشاء دون الرجوع للوزارة، يعني يريد تعليقكم على هذا الأمر. هو يعني لما سمعت هذا الخبر ما اكتفيتش بما جاءني عن طريق الوزارة، تتبعت بعض الأخبار فوجدت بعض وكالات الأخبار الموثوق بها هي التي نشرت هذا الخبر ونسبت إلى رئيس المؤسسة أنه قرر الاشتراك في هذا النادي، نادي الغاز لشرق البحر الأبيض المتوسط، وأن من ضمن أعضائه دولة الكيان الصهيوني. بالله عليكم بربكم، هل هناك إنسان عاقل الآن يفكر في أن يجلس مع العدو الصهيوني في أي ملتقى وهو يرى ما يفعله العدو الصهيوني به؟ والله عار عليكم، ترون ما يفعلونه بأطفالكم ونسائكم من تعطيش وتجويع وقتل لكل شيء. يعني ما يحصل الآن في فلسطين، في فلسطين وغزة والضفة الغربية وغيرها، هو إبادة جماعية. بالله عليكم، هل يرضى واحد منكم أن يجلس مع عدو بهذه الشراسة وهذا الحقد وهذه الكراهية وينضم إلى يعني ملتقى ولا منتدى في هذا الكيان الصهيوني؟ لا أظن أن مسلما يفعل ذلك. هذا أيضا من الركون للظالمين. فلا يحل، إن كان هذا كلام صحيحا فأنا أحذر مؤسسة النفط ورئيسها من مغبة هذا الأمر. وهذه هي أول خطوة للتطبيع، التطبيع مع الصهاينة كيف بدأ في الإمارات، حكومة الإمارات المجرمة والحكومات الأخرى التي الآن تسعى ويعني تلعق حذاء الصهاينة وتظن أنها ستتحصل منهم على شيء، ويعني يدعمونها بالأموال ويستوردون منها الأجهزة التي يقولون أنها متطورة في الاستخبارات وفي التصنت، وطلعت كلها لا شيء. لأن لو كان بالفعل عندهم أجهزة التصنت وهم متقدمون فيها زي ما يقول الإماراتيون ويدفعون في مئات الملايين يستوردوا منهم في هذه السلعة، لو كان الأمر كذلك لنفعتهم يوم 7 أكتوبر. لرأيناها 7 أكتوبر هذا فضح الصهاينة، وأنهم لا ليست عندهم يعني شيء، ليس عندهم شيء من هذا الذي يزعمون أنهم متفوقون ومتقدمون فيه. أخذوهم أخذ عزيز المقتدر، أخذوهم بعزة الله ونالوا منهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، كل استخباراتهم كلها ماتت، كلها يعني كأنها جاءها الموت فسكتت، كلها سكتت. ولذلك أقول يعني هذه الأشياء، أنك أنت الآن تشترك مع الصهاينة وتظن أنك بتطبع معهم ولا أنها دولة متقدمة وأنك بتستفيد منها، هذا كلام يمليه عليكم الشيطان، احذروه ولا تنجروا إليه ولا تركنوا إلى الظالمين ولا تعاونوا الصهاينة عليكم وعلى بلادكم. بارك الله فيكم شيخنا. عندنا سؤال على الصفحة، يقول السائل: نحن في أيام امتحانات الآن وبعض الطلبة قد يضع أوراق الغش وفيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة يضعها في حذائه وربما في جواربه، فما الحكم ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
لابد أن ينبه الطلاب، هذا جهل وغفلة، وأولياء أمورهم يجب أن يحذروهم من هذا الأمر، لأن العلماء يقولون من رأى ورقة يعني مكتوبا فيها يعني بسم الله الرحمن الرحيم وإلا اسم ولا آية من القرآن ولا اسم نبي من الأنبياء ورضي أن تبقى في الطريق يمر عليها الناس، قالوا هذا ردة. فإذا كان تركك أنت للورقة في الطريق اللي هو وضح في الطريق معناها هو إهانة لما في هذه الورقة، استخفاف بما في هذه الورقة، والاستخفاف بما في القرآن وبالقرآن ردة لا شك في ذلك. يفعل شيء من هذا سواء كان قصد الإهانة ولا لم يقصدها فهو ردة. وما بيقول إذا كان إنسان يعمل حاجة، هل ترضى أنت أن تفعل شيء، أن تعمل شيء تحترمه في الجورب اللي فيه العرق وفيه الرائحة النتنة ولا في الحداء؟ لا ترضى بذلك، تضعه في جيبك وتضعه في الخزنة وتضعه في كذا، ولا تضع شيء من هذا في أماكن هي محل تحقير، وذلك حرام عليكم. الجاهل يجب أن ينبه، ومن يفعل ذلك عمدا ويعلم الحكم هذا عمل يستوجب الردة، وذلك على أولياء الأمور أن يحذروا. وأولا الغش في حد ذاته حتى لو لم يكن بهذه الطريقة فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، والغش في الامتحانات هو أشد ضررا على الأمة من الغش في المكيال والميزان، لأن تطفيف الحبة وكذا واللقمة ولا الرغيف هذا ضرره خفيف، قد يصيب الشخص الذي هو اشترى منك وظلمته. لكن عندما تخرج أجيالا يعني بالزور والبهتان، سميتهم علماء ولا سميتهم أساتذة ولا سميتهم متخصصين، وهم جهلة، وأسندت إليهم قيادة الأمة والأمر والنهي، فسيجرونها إلى الجهل وإلى الظلمات وإلى الانحطاط وإلى الانحدار وإلى الإضمحلال، فقد بؤت بكل ما يحصل على هذه الأمة من ضياع حقوق ومن ظلم ومن استهزاء بالناس ومن احتقار به لهم، كل ذلك هو في عنق من ساعد على هذا الغش، لأنهم الذين ساعدوا عليه والذين قاموا به هم الذين أعدوا لنا هذه الكوادر الفاشلة. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل سؤالا آخر، سؤال الأخ فرج من البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل أخ فرج سؤالك. نسأل الله العظيم أن يحفظ فضيلة الشيخ طارق الفرياني. آمين جميعا إن شاء الله، يجزيك عنا كل خير جزاء إن شاء الله. آمين، تفضل أخ فرج. في منظمات في دارنا، في منظمات دولية. نعم. في منظمات دولية في دارنا تسقط الشباب، والمبالغ فيها بالدولار طبعا تخليل. نعم. بناء على الشيء تستقطب الشباب، يعني كيف يا أخ فرج؟ منظمات سدير هي منظمات، هي من شارك، هي جاية للإغاثة مثلا وبعدين بدأت تستقطب الشباب ولا كيف؟ منظمات دولية. لا منظمات دولية. نعم، لكن جاية للإغاثة ولا جاية لشن هي؟ لا من شارك، المهم من قبل منظمات دولية وتستقطب فيها بالدولار. طيب تسمع تعليق الشيخ إن شاء الله. شكرا أخ فرج. شيخنا الأخ فرج من البيضاء. نعم نعم، يقول هناك منظمات دولية في درنا الآن شغالة وربما حتى تستقطب الشباب، يعني تعليقكم على هذا الأمر شيخ؟ هذه المنظمات للأسف ليست في درنا فقط، هي في المنطقة الشرقية بأكملها وفي المنطقة الغربية أيضا، وقد شكل مجلس الوزراء اللجنة النظر في المنظمات التي تطلب الدخول إلى ليبيا تحت ذرائع كثيرة، منها تحت للإغاثة ومنها للتوعية ومنها تابعة للأمم المتحدة ومنها كذا،
والحكومة شكلت لجنة للنظر في طلبات هذه المنظمات بحيث تفحص كل منظمة شن تاريخها ولماذا هي قدمت. هناك منظمات واضحة أنها ترسلها الكنيسة، أتي من الكنيسة للتنصير، وإذاك وجد موجود للإلحاد في الجامعات وفي غيرها. هناك منظمات جاية لإفساد الأخلاق، زي السؤال اللي سألت حضرتك من قبل في المثلية وتبادل الأزواج، ويعني فيما يتعلق باتفاقية السدا واتفاقية المرأة، وينشرون هذه المبادئ التي هي تتبناها الأمم المتحدة. وهذه اللجنة التي شكلتها الحكومة للأسف عملها مهوش في المستوى المطلوب، وإذا كان أقول لهذه اللجنة ينوبكم ما ينوب الاتصالات، رئيس الاتصالات، مصلحة الاتصالات التي تكلمنا عليه قبل قليل، إذا لم يقوموا بواجبهم على الوجه المطلوب ويمنعوا هذه المنظمات الإلحادية التي تدعو إلى الإلحاد والتي تتصل ب الثانويات وبالشباب وبالشابات وتسوق لهم عناوين، يعني في الغالب تبقى هي جذابة ومزوقة، ويتكلمون عن الحرية زي ما تكلم هؤلاء الذين يتبادلون الأزواج، ويتكلمون على أنك تملك أنت جسدك وتملك نفسك وكذا، هم يبثون السموم في الشابات والشباب في سن يبقى هو يافع ومراهق وكذا، بحيث ينشؤون الرذيلة بيننا. هذه اللجنة عليها أن تقوم بواجبها، وعلى كل من هو مسؤول عنها أن ينتبه لهذه المسألة، لأن كل ما يصيب مجتمعنا من فساد من هؤلاء الناس، سواء في الإلحاد أو في الشذوذ الأخلاقي أو في يعني فساد الدين أو كذا، كله سيكون وزره على عاتق من يسمح بدخول هذه المنظمات. وذلك هذا باب خطير وباب عظيم، فالمنظمات سواء كانت في درنة باسم غاتة ولا في طرابلس ولا في بنغازي، يجب أخذ الحذر منها ومقاومتها، وإنشاء جهات دعوية أخرى تقاوم هذا الفساد وهذا الفجور. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر لكم موصول أيها الأفاضل على طيب متابعتكم. حتى نلتقيكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.